بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الماء. الحمد لله اليوم تم اختتام مشروع الحياة بصدقة جارية عن المرحوم الحاجة تمام حسين العمر. وغرس اليوم من عرب الجواب سراهنا الله العلبير للقواصي شراف تراحم صناول الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اعذهم من عذاب القبر ومن فتنة القبر. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.